الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أحسنت وبارك الله فيك. من؟ قبل العصر ساعة مش عندنا أم الكتاب؟ هي. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. القرآن كل مش تقرأه أنت وما قرأه جزء من القرآن وأنت مش تقرأ القرآن كل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شو لا نقول رب ب ولا ربي ربي أحسنتم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير الماء لا نقول مغضوب ما لا غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبيعي جدا وأنه تتحرف الحروف على موطنها اللي هو صغير هاي ما برا مع ما يجا مع ما برا لبا فحرف الميم يتفخم آليا عنده من نعومة أفضل وقتاش يذكروه باش يقرا القرآن وقت يبدا في الغرغرة باش هو تاه يقرا راك باش تموت يزيدوا يرجعوا ما يقراش حتى حرف يعني القرآن صيف النزعة الأخير يذكروه به أما من نعومة أفضل وما يشبش على الواحد تو زعما اللي يصليوا الكل في المساجد ما عندهمش وليدات صغار من ذاك اليوم عمره 10 سنين 9 سنين ليش ما يجيبوش معاه تو ياخو هو الدنيا بارد في هذية يولي يخاف علي لكن مش يبقى في يوتيود مش يقرا يوتيود ولا كذا برا برا دم قلبي يدافع عليه ما عندناش كل وازع الديني كيف باش تربي جيل نتاع دين مازال ما تحولش شكون فينا يتفقد ولده يقول له هاي دعاء النوم الاستعاذة و قليل إلا الله رحمه أنا نتصور تقدر تعملوا فيها مازال ما عليكم انتم نحكي على الصغار انتم تستعيدوا تقروا آية الكرسي ولا لا؟ أكيد السلام عليكم شو حالك هاولا لباس؟ لذلك يلزمكم تفهم حاولوا انتم راجعوا يقول لك منجم واحد يعطي حاجة إلا ما يكون هو يعمل فيها قيل وأنه أحد العبيد جاء إماما وقال يا إمام هلا خطبت في الناس وحرضتهم على عتق العبيد فسمع منه ولم يجب وبقي على ذلك الحال 4 أو 6 أسابيع قال وبعد ذلك خطب في الناس على اعتاق على عتق العبيد فقال يا سبحان الله عندما حدثته بذلك الأمر لم يجب والآن يخطب الناس بذلك فذهب إليه وقال لما هذا قال والله لم يكن لي عبدا فأعتقه فلما اشتريت عبدا وأعتقته خطبت في الناس بذلك مش الإنسان من يجم يحس حاجة لما يوم يكون يعمل فيها اللي فاقد الشيء لا هي ما تستعملش الاستيعاب وما تمسحش على الفرش نتاعها ودي لك تقول راني تاعك والعينها تبدأ في التلفزة خليها تخدم تاعك يعني تو تستعيد وتعلم ولدها في الجيل الجديد فالرقائق هذه يلزمكم انتم تحافظوا عليها وتبنوها انتم في رواح تنتقل ان شاء الله بركتها ونورها ينتقل للي بعد لماذا سميت الفاتحة أم الكتاب؟ احنا تو في العربية نقول مثال كلام ضربه على أمي رأسه ما معنى أم الرأس؟ صحيح الوسط السونتر تاع الشيء سميت فاتحة الكتاب بأم الكتاب لأن هي المقر الرئيسي بتاع القرآن كله قريت أعظم سورة في كتاب الله من تقرأ العصر وهذه سنة مهجورة
كان الصحابة عندما يختتمون مجالسهم كانوا يقرؤون العصر، وكان كي تفصل ما بيناتهم سارية يعاودوا المصافحة ويعاودوا يقرؤوا العصر، وهذه سنة مهجورة. نحاولوا ديما نختتموا مجالسنا باش نفسوا، وهو لو جاء لربنا ذاك قوم وممحات ناكلوا وين وين وليتي الأخرى، واليوم تعرف تحضر في آخر وقت، ما عندهاش الوقت في الدار على الأقل كفارة المجالس هذيك والعصر، إن الأمور سبحانك اللهم بحمد، هذه على الأقل يخرج مكان المجلس هذاك ما يخرجش بدونه، مش يجي المدرسة الشرعية ولا الجامعة وزيد يخرج بدونهم، هو الأصل فيه مكان تعبد، وأنت تخرج فيه بدونهم منين جاتك الذنوب هذه؟ لكن الكلام اللي مازال هو على السجادة، شبيه الإمام اليوم يقرأ هذا؟ إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمد، يغتاب فيه ومازال على السجادة وراه مباشر، واتخذه هو إمام. يلزم الإنسان يحافظ على الرقائق، هذه ما يخليش إبليس يدخل منه، إذا سكر ذوما بحول الله ما عادش يعمل الكبائر، إذا حافظ هو على أمورك ابنك ربه وهذب النفس عليه، تو ما عادش يعمل حاجة كبيرة، ما يسمحش روحه بحال، واللي يخلي الناس كل، الآن الذنوب الكل تجي، يعمل الصغير يعمل الكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عاودي لي. إن الإنسان إن الإنسان إن الإنسان لفي خسر تسمع فيها الراء خص عامل تكسيفة الصفير بتاع السين والراء بلعت بين الراء. إن الإنسان لفي خسر. أحسنتي، من عاودين الصورة كان لهك بالصفة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيك. من تقرأ؟ من أنت؟ أنا كنت عاقل كيف وقت كنت نقرأ عند سيدي، والله لا يكاد يسمع لي صوت. هم وقت يقول شكون يحب نقرأ تلقاني هكي يلدي طويل. ليش هم يأخذوا الأجر حرف بعشر ويضاعف الله لمن يشاء وأنا نبقى نغزر فيه؟ رغم اللي يغزر يقول لك السامع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى آية من القرآن الكريم كانت له حسنة مضاعفة، فإذا تلا كانت له نورا يوم القيامة. وباش باش الناس متجاوزوا احنا الصراط يوم القيامة إلا بالأنوار. رأوا النور يكتسب في الحياة الدنيا مش في الآخر، محطة الأنوار هي الحياة الدنيا. وعلى ذلك رب سبحانه وتعالى يقول: قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. في التفسير ما معنى ارجعوا وراء؟ هي بمعنى ارجعوا الى الحياه الدنيا، فالتمسوا نورا، خذوا من غديك، خاطر النور غديك، لانه هنا الاعمال هذه كل اعمال نورانيه. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه نور، قال وربي سبحانه وتعالى مش قال الله نور السماوات والارض، والنبي صلى الله عليه وسلم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النبي صلى الله عليه وسلم ما نور. إذا من يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه اقتبس نور، من صلى اقتبس نور، من قرأ القرآن اقتبس نور. هذه كل أنوار يبدأ يجمع فيها الإنسان في الحياة الدنيا، باش وقت يجي المرور على الصراط وهو يوم مظلم والكلاليب تبدأ من على حافتي الصراط ويتخطفون الناس، كل يسير على حسب نوره. حتى رأوا المنافقين يكون عندهم نور، إلا أن النور ينطفئ ما يبقاش يداوم، كيفك الشمع وقت خرجها واحد الريح، فما يبقى إلا نور المؤمنين، والمؤمنين كل على حسب أعماله، فما نور مثل الشمس وفما نور مثل القمر وفما نور مثل البرق حسب تفاوت أعماله. فدار اكتساب النور من هنا، كي نقرأ أنا آية اكتسب النور، خليته ذخر آية مع آية مع آية. سبحان الله. أحاول في المشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك
أبيني حرف الهاء. كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على تطا وليس تطالع نار الله الموقدة أحسنت التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم صدى في عمد ممددة. تفضل بنت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل في تضليل طاولة أحسنت إلي ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى انت عاقلة ما تشارك. ها؟ ألهاكم التكاثر مرققة لولانية التكاثر أر والثاني مقابر إن وليست مقابر إر لا إر تقال كرم الله مجلسه. نعيد ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر حتى المقابر. كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون. حذاري من حرف الواو أن نسبغ عليه صوت الغنة فنقول تعلمون كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا نقول نفخم حرف الثاء ونقول ثم لا ثاتو ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ألهاكم التكاثر
زو زو خطأ. زاد زو زو وليس زو زرتم زرتم حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون من تقرأ أي بنتي بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون أحسن الله إليك بنتي بدون الاستعانة من المصحف كانك حافظة مثلا انت باش تدخل بعضك وانا ما نخليكش تدخل بعضك بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون بالبينة والبرهان ولا ما تدخلش بعضك انما ذكره هو حاجز نفسي ديما الانسان تعود على النظر للمصحف او شيء من هذا القبيل فيطمئن كي يلقاه هكاك على الوضعيه هذيك وهو تلقاه راهو العينين غاديك ولكن ما هوش مركز على هذيك بقى استانس بك الوضعيه هذيك انا توما علاش ما صلحت حتى قاعده باش انا وقتها نزيد نبين لك اللي انت تنجم تقرا ومن بعد نبدا بشويه فك القواعد كل مره نسلك حاجه لكن ما فيش واحد يدخل بها القران ابدا تلقيه يدخل بها المادة الوحيدة اللي فيه قال فيه رب سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب مهما قرأ واحد من كتاب الله يعملش 15 20 30 40 حزب ما يحسش راسه ووجعه ما يتقلقش وأبدا إلا والدم يسبغ عليه رب سبحانه وتعالى نور وشفاء يقينا هذا من تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون يا قل لي ثم كلا هو حرف ثلاثي هذا الكاف واللام والألف في وسط اللام ثم كلا قولي كلا يا بعض ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين يقين كلا لو تعلمون علم اليقين علم اليقين كلا سوف
سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين اسمع كلمة يقين ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم من أخوف الآيات في القرآن ثم لتسألن يومئذ كشربة باردة تشربوا فيها في الدار والمات لبنين يما يعطيك الصح ستسألون عن ذلك يوم القيامة كل نعيم تنعم به الحياة الإنسان في الحياة الدنيا إلا ويسأل عنه من أخوف الآيات رقدت ولا تعرفت ولا أنت البارح ستسأل عن ذلك النعيم إذا لم يكن في طاعة الله لذلك المؤمن كل شيء يحاول ذهنه يستعمله يحضر النية قبل الأشياء ذيك بمعنى مش نرقد إن شاء الله ونقوم للصبح مش نقوم نشتغل إذا أنت قلت الكلام هذا نومك كامل عبادة إذا تسألت عليه يوم القيامة تكتب لك الملائكة وأنك أنت مشيت من أجل كذا أما أنت تقول غدوة نقرأ عندي دوفوار مش نفيق بك أنت مشيت للدوفوار ورقدت من أجل الدوفوار يلزمك تصحح النية والمقصد من البداية حط نية تعبدية وانطلق منها إلى الأمور الدنيوية لا حرج في ذلك وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته فيلزم الإنسان لكي لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب فقد عذب مجرد وأنك أنت تقف أمام الحق سبحانه وتعالى ويسألك هي في حد ذاتها تصور الأنبياء في ذلك الموقف في حديث الشفاعة كل نبي يقول اذهبوا إلى أبيكم آدم فيقول إن لي ما يغنيني في هذا اليوم اللهم سلم سلم تصور نبي ويشير يقول اذهبوا إلى إبراهيم فإنه أبو الأنبياء فيقول ما رأيت الله أغضب من هذا اليوم قط اللهم سلم سلم فيقول اذهبوا إلى موسى وهكذا كل نبي حولهم النبي هو أنبياء ورب سبحانه وتعالى يحكي على الأنبياء رفع الله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين يعني في نعمة الله وفي رضوان الله وثابت بالقرآن وأنهم أدوا الرسالة وبلغوا الأمان ورغم ذاك في اليوم ذاك يخاف فما بالك من أحلى البشر فالإنسان يحاول يخلي حياته الكل تعبدا ولا تسألن ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم كل نعيم تنعم الإنسان مشيت هك لا مشيت اليوم على حرف الشط ومصاف ما شاء الله ستسأل عن ذلك لم يكن في سبيل الله ماشي ليش اليوم مش اللي تصوت هنقول بسم الله ما شاء الله هي قريها علاش قريته شتيته حظ نفسي أما أقول أتقوت به عن طاعة الله طيب وقتها تبدا تاكل وتتبنن وعندك اجر عندي والده براهو ميمون كبيره تقول لي شفت مين تاع علاش فاطر تقول لي تعرف يا ربي وما نفحى في كريشتك يعني الزوز مع بعض ما الانسان وقت ياكل ويستحضر نيه كيف هكا طاعه لله سبحانه وتعالى وشيء يتلذذ به الانسان من جمله من لذات الدنيا لكن اذا ما ديما تكون في اطار ما تكون شكل فيحاول الإنسان مجرد استحضار النية فيستحضر الإنسان النية نعود الصورة من البداية بسم الله
كلا س كلا سو سو وليست ساو ساو كلا سو سوف تعلمون أعد كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يا بنيتي أعيدي ألهاكم التكاثر ثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى تا نقول تا ها تا وليس تا آل حتى زرتم المقابر أحسن كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللي خلقت عليه طيب أعوذ بالله رققي همزة الاستعارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ليست بس بس بي بي بس وليست بس بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر واصل بنتي كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون واصل بنتي كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم يس لترون الغنة دي تاع النور المشد لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين يقين يقين عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أنا كل زاد مطرش تماما ثم قلتوش تماما أنا ناقش شكون خري من بيت ولا تفهمين أنا ما لا لا نحكي مش ما نحكيش على الدكاترة بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون
ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ ورد أنه الإنسان عند ساعة الاحتضار يقرأ عليه ياسين، وارد فيها نص، لكن أنت ننصحك من جبال تقري بحث المحتضر تفز عينه من غير شعر، سمعتي؟ من بعيد أنا وصلت بحث بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ القارعة ما القارعة؟ ليست قوحة ذلك. القارعة ما القارعة؟ من صوت الغن بمعنى من الحيز الزمني الذي تستوجبه الغن وهو أكمل ما يكون. إذن يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم وهي رواية شاذ، بمعنى شاذ ليست بمتواتر لكن موجودة يستدل بها. عندنا 14 رواية في القرآن، 10 بدور وأربع شواذ. الشواذ ما معنى شواذ؟ في التواتر متاعهم هو الإشكال غادي، أما عندهم أصل موجودين ويستدل بهم في التفسير وفي الإعراب وفي تقوية شيء ببعض يعني بكر رواية هذيك
لكن يعتبرون شواذ لا يقرأ بهم الصلاة فقط. الصلاة لا. نزلت هي نزلت، لكن السلسلة اللي نزلت بها هو كذا العهد المنفوش، وحتى في التفسير كالصوف، الصوف هذاك المبلول كذا ونفس المعنى، لكن لفظ الصوف ورد، لكن في الورود بتاعه ما فماش تواتر، مش عن فلان عن فلان عن فلان لا. وأكون الجبال كالعهن المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه، ليست نه نه لا نه. فأما من ثقلت موازينه، 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 فهو في عيشة تر عيشة تر تر فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فأما ماذا يثقل الميزان؟ أيهما عينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. شيش اللي هم تعملوش على قلب 100-200 مرة؟ هاو في الحديث نقام وخليتوا لي شيء. والمميد التطبيق ايه الحديث هو عندي حاضر في ذهني وموجود، لكن طبقت. فبشر عبادي الذين يستمعون القول. كانت الصحابة عندما يقرأ بهم الإمام أو هم يقرؤون القرآن والصلاة، عندما كانت جي آية بتاع تسبيح إلا ويسبحون، وآية استغفار إلا ويستغفرون، وآية نار إلا ويستعيذون، وآية جنة إلا ويسألون، هكذا كان كل شيء يطبقوه. نحن بسم الله ما شاء الله الحديث اي نعمل فيه ولا لا؟ تو قداش عندي حافظ الحديث هذا ونعرف قداش طبقته من مره؟ يلزم التطبيق في امورنا كمسلمين، يلزم حاجه عمليه. اليوم نبدا من اليوم، نعهد روحي من اليوم، سمعت الحديث وجات الايه فمن ثقلت موازينه، لان ما نحبش تثقل موازين يوم القيامه، ونحب هذا اليوم في ثنية حتى للدار، فعودنا نبقى نكلم في الأخرى ونجبك بورتابل ونسأل وكذا، لا منا للدار نلزم روحي وأنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. على قد تخرج خير. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاره، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. المسلم يمتاز على بقية الديانات، وأنه كلما سمع شيئا إلا وبادر إليه، شيئا من دينه إلا وبادر إليه. هذا كان أحوال الصحابة، وهذا مش مشحة الصحابة. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت خاء خاء لا آل
وأما من خفت موازينه لماذا سميت الأم أماً؟ تأوي الجميع أي فمأواه؟ الهاوية هنا هاوية من أسماء الشرك الله. إذن الهاوية اسم من أسماء النار والعياذ بالله. قداش النار فيها من سبعة والجنة ثمان؟ شكون يسميني السبعة وشكون يسميني الثمان؟ نبدأ؟ جحيم. نبدأ الجحيم. سعير. الهاوية. جهنم. سقر. سقر. كلا إنها لظى. ثم ماذا؟ مازالت واحدة. ستة توصل. الحطمة وما أدراك ما الحطمة هذا هو السبع والجمع ثمان هاي فهمت فردوس نسأل الله ذلك نعيم فردوس والنعيم ها زوزك ها جهنم ما عرفتوها ديرك لا اله الا الله ما يجي الاسبوع الجاي تجي مولاي اسماء الجنة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار نار وما أدراك ما هي نار حامية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية بعد العصر قالوا تفرقنا وهو رجل كريم وين نجيبوه هذايا كيفاش باش نلقاوه قال بعد العصر جانا هكاك يا ولدي علاش هكاك خير ونمشي قالوا ما مشيت لك المزارة هي عاد لتو تبقى في المزارة هي قالوا رانا نمشي لكم نزور في دار ابو جهل يعني من المزارات الكل اختار دار ابو جهل مشيت تصور واحد ماشي لمك ها مشى للبقيع ولا مشى الحراء ولا مشى الغرطة مشى لدار ابو جهل ما تسوى انتم مازال ذكرتوني بنفس الحكايه الجهنم سموها الكل كعبه كعبه ما نسوش كعبه والجنه زوز وقال لك يس هيا من تقتل هيا بنت بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. من؟ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك نار حامية. نار فخ. نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. انزل. فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. هيا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة. لا كأنك فعلها نقولوش القارعة نقولها القارعة. نحن العرب لا نبدأ بساكن ولا نقف على متحرك. العربية ما تلقيش أول الحروف ساكن ديما حرف متحرك، وفي الوقف أثناء الوقف ما تلقاش حرف متحرك وأثناء الوقف ديما ساكن نقف على الساكن. القارعة ما القارعة أحسنت. أغزل لمن؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث زيد عودة يوم يكون وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما فوش ونشين منفوش ثقلت موازينه فهو لا كيف ما قلت موازينه كمش نقوى عليه كمش نربطوها نقولوها متحرك فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. آمين. ربي يجيرنا ويجيرك إن شاء الله ربي يبارك لك. تفضل بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن. حق حقق اللام أظهر مضرب وتكون الجبال ولا الجبال وتكون الجبال كالعهن المنفوش زيد عاد صوت الغنة شوية كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش مولما وتكون الجبال كالعهن المنفوش
تسطرون شوي ولا مراقبة. رغم مسألة هذه خلافية رغم في ترقيق صوت الغنة أو تفخيمه، هناك من السادة العلماء من يقول أنه يفخم صوت الغنة إذا تلاه حرف استعلاء، ومنهم من يقضيه على حاله سواء أتبعه حرف استعلاء أم حرف مراقب. السادة المغاربة اللي هم هنا نحن جماعة المغرب، نحن معظمنا لا يفخمون صوت الغنة، لكن السادة المشارقة يقولون بتفخيم صوت الغنة. هذه مسألة خلافية بين السادة العلماء، لكن الأرجح يسمعناها من الشيخ عبد الرحمن الحفيان، وأنه قال يفخم في آخر حياته الشيخ عبد الرحمن. ثم الشيخ الدلاعي قال نعم يتأثر بما بعده الشيخ محمد الدلاعي، وهذا نقل عليه الكلام هذا نقل عليه الشيخ محمد البارودي. الشيخ عثمان اللنداري نسمه فيه تو في تتم اللي تم فيها الجماعة اللي خلاهم الشيخ عبد الرحمن الحفيان رحمه الله في الأربعين حزم ويكمل لهم في العشرين يفخم صوت الغني. لكن فينا فما البعض مازال بس التوكيف لا يمات ذي احضر في املا قرآني في جامع الزيتون يقول بترقيق صوت الغنى على اي حال، ويقول هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، يزيد يطالب بدليل. نعذره في ذلك، لكن هي فخمت في موطن ما يتفخمش ما منفوش، ونحن ما حاش نحكم صحيح بعد حرف الفاء. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فما صوت الغنى، وتكون الجبال يوم يكون محمد رسول الله أعيد. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. عندكم وقف أنتم غادي في المصحف الزرق؟ لا خذوها وصل. القارعة ما القارعة؟ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية،
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ربي قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. تعمي صوت اللي ما تتمكن وبعد يقول لك خاصة أنتم النساء معاشر النساء في ساعة تلتقطوا صوت وتنجموا لأن طبيعتكم أصلا هكاك فتنجموا في ساعة تتأقلموا مع صوت مع أحد القراء وتكون عندكم قراءة حسنة وطيبة لكن تو ركزوا على قاعدة والحفظ. أين توقفنا من حصة الفجر؟ الاستعارة. ما حكم الاستعارة؟ طيب الاستعارة هي مصدر من استعارة. ما حكم الاستعارة؟ لا متعاونين بعضكم. أدت مع المشهور. أدت مع المشهور. يعني الصح هذا إجابة. ما تحكيني من لون. نبهني. خلونا التعريف الاستعارة. قلت لك الاستعاذة حكم. ما معنى الاستعاذة؟ صح أسكتي. الاستعاذة هي مصدر من فعل استعاذة أي طلب العون. التجاء إلى الله. أوجه الاستعاذة. قداش عندنا من وجه في الاستعاذة؟ أربعة. هك مازال ما قريتوش أو جلست عن نواصل الدرس كذا أوجه الاستعادة كتبنا للاستعادة أربعة أوجه الوجه الأول قف وقف معبر عنه لو بقف وقف وسنشرح هذا التعبير الوجه الثاني صل وقف عفوا قف وصل الثاني ناجم لك بصل وقف في الكبرى أما فنشرحهم أن قف وقف قف وصل صل وقف صل وصل أو صل الجميع مش نشرحهم الوجه الأول قف وقف الثاني قف وصل الثالث صل وقف الرابع صل الجميع نشرح ما معنى قف وقف عقلنا قف وقف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماذا عمل؟
تحتوس هي نعطيك تنقف وقف ما تخرج في الحمد نعطيك نعطيتيني حتى شيء نعطيتيني إجابة غلط إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أخو المفسر بتاعه بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يقف مرة ثانية وقف عند نهاية الاستعادة ويقف عند نهاية البسملة هذا الوجه اسمه قف وقف الوجه الثاني قف وصل تفضل بنتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحسنت الوجه الثاني أن تقف كما قالت أختنا أن تقف عند نهاية الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمعنى وقفت عند نهاية الاستعاذة وصلت البسملة بأول السورة هذا ثاني اسمه قف وصل الثاني صل وقف من تقرأ بصل وقف قال المشوش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسنت وصلت الاستعاذة بالبسملة ثم توقفت عندها هذا الوجه الثالث صل الجميع تفضل إذن كذلك تفضل يجوز أنك تتصل أعوذ بالشيطان الرجيم الرجيم بسم الله ما جاش مباشرة كلمة لفظ الجلالة وقتاش هي تكره تكره عند وصلها بلفظ الجلالة مباشرة أما ذي ما بيناتها هي ولفظ الجلالة كلمة بسم إذن أعيدي أستاذة إذن وصلت الاستعادة بالبسملة ثم بأول السورة هذا ايش اسمه الباب هذا؟ سل الجميع وضع عندكم هذا ولا لا؟ زيدوا اكتبوا باش ما تغيبش عليكم بمعنى اشتكتبوا انتم في قف وقف قولي أن نقف عند آخر الاستعادة أو أنكم تكتبوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تحطوا قدام علامة قف بسم الله الرحمن الرحيم تحطوا زاد قف باش تبدا واضحة حتى بشطرة كراستك من بعدك يحاول يكون عنده فهم للمسألة الجهاد ودي في الدار في اللي فصار وقيت البنات هنا ذذذذذ لا هي هنجي عمو عشر سنين لا هي مع دول هم وانتو كتبنا ذاك مش واضح حد وحاجة يكلمني من تو صيغة الاستعاذة بيناها ولا لا؟
ملاحظة. إذا قطع القارئ قراءته لأمر خارج عن القرآن فإنه يعيد الاستعاذة ولا يعيدها إذا كان حديثه حول القرآن وما يتعلق به من تشرح هذا الكلام؟ ملالة بس ما ترى نحن ده بمعنى لو نحن كيف نهكا لو نقرا مثلا او اذا تعرضنا للايه مثل كلام تعرضنا للشرح نتاعها تفسير فيما يتعلق حول القران فانه لو كان فما سعال او عطاس او شيء من هذا القبيل يعيد او لا يعيد؟ يعيد. لا يعيد. لا يمكن نقول شو نعمل؟ ها؟ نقول بطاطس؟ يبقى كيف؟ ليش؟ تعرف اللي بيبي ليش؟ يعطس قال الحمد لله. لكن لو سأتحدث هو على حول القرآن وسكت زمن ليس بيسير يعيد الاستعاذة ولا يعيد؟ لو إذا الكلام هو قطع قراءته من أجل تأويل شيء ما ثم بعد سكت زمن ليس بيسير يعيد الاستعاذة السكوت زمن ليس بيسير هو مرة ثانية لإرغام الشيطان وطرده نجم يعيد الاستعاذة به مش نشوف وقتاش القارئ ينجم يقرأ سر الاستعاذة وقتاش يجهر به للاستعاذة حالتان الجهر والسر أو الإسرار كتبنا مواطن الجهل عندما يقرأ القارئ جهرا لنفسه أو لغيره ما معنى هذا الكلام؟ أي بمعنى لو كان القارئ يقرأ بصوت عال سواء كان لنفسه يعني بمعنى هو واحد أو لغيره فإنه يجهر بالاستعاذة به الحالة الثانية عندما يقرأ القارئ في جماعة
يقرؤون بالتتابع. ما معنى بالتتابع؟ وكان هو المبتدئ بالقراءة. يجهر بها في هذا الموطن. نعم يجهر. هذه مواطن الجهر. نفهم منه الكلام ذا وقت يقول وقت يكون هو في جماعة ويكون هو المبتدئ بالقراءة فإنه يجهر بها. وإذا ما يكونش هو المبتدئ بالقراءة لا يجهر بها. إذن لا يجهر بها. لا هذوما الحالتان كتبناهم. تو مواطن الإسرار. الإسرار عندما يقرأ القارئ سرا. سر لنفسه. عندما يقرأ القارئ سرا لنفسه فإنه يسر بالاستعاذة. عندما يقرأ القارئ في جماعة يقرؤون بالتتابع. يعني أحسنت. ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة. ذلك فما معلومة بدون من لونها عن الكراس في الصلاة. هذه مسألة خلافية بين أئمة المذاهب. هناك من يستعيد وهناك من لا يستعيد. يشرع مباشرة في تلاوة القرآن. علاش؟ لأنه الاستعاذة لا يراها من القرآن لذلك ما يستعيدش في الصلاة. وهناك من يستعيد فليستعيد يقرأها سرا. اللي متبني المذهب بتاع الاستعاذة في الصلاة فإنه دائما يقرأ الاستعاذة سواء كانت الصلاة جهرية أم سر. يقرأها ديما سر بالنسبة للمستعيذ في الصلاة. متبنى مذهب وأنه يقرأ الاستعاذة والبسملة في الصلاة فإنه يستعيد سرا ديما في الصلاة. من له سؤال حول الاستعاذة؟ ثم سألنا عن الأسد نتاعكم يقرأ في ثم ما أسئلة حول الدرس أو لدرس الاستعاذة فاهمين؟ إذن لا رأي مسكينة يهدي ثم كم شخص الله ممكن خيكم في حاجة متعبية. راني قلت لا الاستعاذة. ربي قال يا أيها الذين آمنوا لا تتناجوا. قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. أنا إيش معنى ليحزن الذين آمنوا؟ أنا أقول ما هم مش محترمين مهمش لا يلقون لي بالا فيحزن الذين آمنوا. وربي قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وربي قال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشر. واتقوا الله. ها
خلاص انا نعرف بناتي لا يتحدثون الا في خير حول الله، لكن انا قاعد نسال ونحب نلقى اجابه من عندكم. نقف عند هذا الحد بمعنى درس الاستعاذه تم ان شاء الله الاسبوع القادم نتناول البسمه. بعدكم انتم في المحصه هنا ماشي ها؟ أنا خاف نبدأ نصلي وتبدأ فما خوات داخل امهلوني خمسة دقائق نصلي غديك يعني بمعنى ما تخرجوش لشان أنا نلقى فرصة من النقاش محرج للي جاي ها؟ خطرنا على السفر إن شاء الله باش نسافر ونحب نصلي ونخرج باش نربح الوقت.